علي إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا اليوم العظيم عيد الأضحى من مظاهر الرحمة من الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى يدعونا فيه للتزاور والتراحم وصلة الأرحام. الله تبارك وتعالى يدعونا فيه إلى الإحسان إلى الآباء والأمهات. نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yeah.